سعد صباحكم جميع، ان شاء الله الكل بخير. معكم شار اسلان، ومثل ما شايفين هلا هون الدنيا عم تثلج. عم بعد الاسبوع الحار او الطقس الحار اللي صار بالمانيا خصوصا بمدينه هامبورغ، ما حدا كان متوقع ابدا انه يصير يعني في ثلج او ستشتت الدنيا عاد بعد. فاليوم فقنا الصبح بكير لقينا الدنيا عم تثلج. شو رايكم بالجو؟ انتم شايفين طبعا كمان لازم نشتغل، حياة بدها تمشي. شو ما صار، كورونا ما كورونا، الدنيا بدها تضل مستمرة. كيف الجو عندكم انتو؟ مو شايفين؟ كل ما عم تكبس بقوي يعني. ما بنوصل هلا على الشغل او على المحطة تبع القطار الا مسبحين سباحة بالمي وبالثلج. الله يبعث الخير يا رب، سبحان مغير الاحوال. يعني بعد هالاربع ايام هدول اللي مضوا مستحيل كان واحد يفكر انه تتلج الدنيا. فسبحان الخالق، سبحان القادر على كل شيء. هذا كان كل شيء حاب لكم اياه في هذا الفيديو. مثل ما شايفين ان شاء الله تضلوا بصحة وخير وسلامة. كان معكم شهر السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.